دستور الخراب ودستور الدم ودستور ليلى علوي. ليلى علوي ملاش اي علاقه بالدستور. دي واحده سالوها مع كل المثقفين والمتعلمين في مصر، سالوهم وجابوهم وقالوا لهم يا جماعه يا مثقفين ويا فنانين ايه رايكم ونعمل ايه ونحط ازاي كل الشعوب المتحضره والشعوب المثقفه والمتعلمه. لكن للاسف دول شويه جهله ناس متخلفين وعادي وعادي يعني. وان شاء الله ربنا يحمي مصر وهيبقى احسن من اي شيء منصورين باذن الله ان شاء الله. من 3 ايام بالظبط في حد فتح حساب على تويتر باسمي وبينزل كلام واراء وبيرد على الناس باسمي. انا ما عنديش اي اكاونت على التويتر ولا على الفيسبوك ولا بشارك باي حاجه في التواصل الاجتماعي مع الناس. انا اللي عايزه اقوله بطلع اقوله بوشي وبلساني في كل قنوات التلفزيون. فانا بقول يا جماعه الشخص يعني مش عارفه اقول ايه، بس انتحل شخصيتي واسمي وبيتكلم باسمي وبيرد على الناس باسمي، ده مش ليلى علوي اللي هو انا اللي بكلمكم دلوقتي، ده شخص تاني منتحل. يلا نتصور معاها.